أولويات المشاريع الحيوية التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها، سيما ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة، ومن بينها قطاع الأشغال العمومية والنقل، منها استكمال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق غرب ومحطات الدفع التي ستدخل الخدمة نهاية 2018، وأشغال توسعة الموانئ قصد عصرانتها وتطويرها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، فضلاً عن توسعة وتمديد خطوط المترو بالجزائر العاصمة نحو ساحة الشهداء وعين النعجة التي تدخل الخدمة في جنف المقبل، فضلاً عن الخط المؤدي نحو مطار العاصمة. وهذه المحطة نتاع المترو تبقى نهاية شهر جانفي 2018 إن شاء الله تكون جاهزة. وفيما يخص وتيرة سير أشغال مطار الجزائر الدولي الجديد فقد قاربت 75%. كذلك البنية التحتية تاع المطارات اللي راهي تعرفها مطاراتنا جزائر العاصمة راوح 75%. نرتقب إن شاء الله استلام مطار الجزائر في حوالي في سبتمبر أكتوبر 2018 قبيلة، وهران عندها مطار يفتح نهاية السنة المقبلة، عندنا بفتحنا مطار مؤخرا، قسمطينة مطار مؤخرا، كل مطارات أخرى غردايا وتمرست وبسكرة والواد تعرف كذلك عمليات توسعة، عمليات إنجاز أبراج للمراقبة. وفي إطار شبكة الطرقات بالجزائر ستصل إلى 126,000 كيلومتر، منها 40 مشروع على مستوى العاصمة فقط، تتمثل في مشاريع خاصة بازدواجية الطرقات وإنجاز 7 طرق من شأنها تخفيف الضغط المروري وإحداث انسيابية في حركة سير المركبات داخل العاصمة. فيه 40 مشروع على مستوى العاصمة، هذه 40 مشروع يتعلق بازدواجية الطرقات وبتوسعة الطرقات، وهو أمر مش سهل لأنه 40 مشروع هذا مجال التدخل والحيز التدخل تاعو داخل العاصمة، وين كاين لي كلوتير، وين كاين تاع المؤسسات والهيئات والمحلات التجارية، وتحويل كذلك الشبكات النفعية من مياه ومن كهرباء ومن غاز إلى غير ذلك. إذن التدخل فيها مش أمر سهل، ومش قضية أنك تجيب الدراهم وتخدم مباشرة. إذن العمل المجهود هذا تاع 40 مشروع على مستوى العاصمة جاري اليوم إنجازه، التركيبة المالية نتاعو 80% نتاعها من ميزانية الولاية، ترامواي فضلا كذلك على التليفيريك على التليكابين. كما أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية مد شبكة السكك الحديدية عبر عدة ولايات من الوطن وتدعيمها ب17 قطارا بداية من العام المقبل عبر خط الهضاب العليا الذي ينطلق من تبسة مرورا بباتنا وتسمسيلت وبوغزول ليصل إلى مدينة تلمسان، هذا بالإضافة إلى التليفريك وإطلاق ترامواي ورقلة وتمديد خطوط أخرى عبر الولايات الكبرى على مستوى المطن.